يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز الجمع بين صلاتين، بين صلاتي المغرب والعشاء إذا حصلت رياح مثيرة للغبار؟ لم يرد هذا، ما ورد الجمع بين المغرب والعشاء إلا للمطر والريح الباردة الشديدة، باردة ما تستطيع يعني تصاب، لو تخرج تصاب بالحمى أو بالزكام. أما مجرد الغبار ما ورد هذا أنه يجمع من أجله. نعم.